اشباح اوروبا. مين دول؟ معرفش، هنشوف دلوقتي. طيب اهلا بيكم في قناة الاكسوس، معاكم كريم السيد. النهاردة هنتكلم عن فيلم اشباح اوروبا، بس قبل ما اتكلم بتمنى تعمل لايك للفيديو، ويا سلام بقى لو انت جديد في القناة تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو انت من محبين التاريخ والقصص والفن والترفيه عموما اشترك في قناة كريم السيد، هتلاقوا اللينك في الوصف تحت. ولو انت برضو من محبين مراجعة الافلام والمسلسلات العالمية والعربية اشترك في قناة يوسف عبد الرحيم، هتلاقوا اللينك في الوصف تحت برضو. يلا نبدا. فيلم اشباح اوروبا هو فيلم هيكون من بطولة هيفاء وهبي اللي بترجع للسينما بعد غياب سنين كتير، واللي على ما اظن انها غايبة من فيلم حلاوة روح. ياه الفيلم ده كان 2014 حاجة زي كده، ما علينا. بس هي عملت مسلسلات كتيرة للدراما زي الحرباية ومريم وغيرها من المسلسلات، وبشاركة البطولة في اشباح اوروبا مصطفى خاطر اللي قدم مؤخرا اعمال مهمة زي حرب كرموز في سنة 2018، وكمان للدراما قدم مسلسلات من حيث البطولات المطلقة، وكمان بيشاركهم البطولة احمد الفيشاوي اللي قدم افلام مهمه في السنين الاخيره، وكمان بيستنى عرض فيلمه يوم وليله مع خالد النبوي ودره، هتلاقوا حلقه ليه هنا على القناه. والفيلم هيكون من تاليف امين جمال ومحمد ابو السعد وشريف يسري، وهيكون من اخراج محمد حمائي، ومن مفترض عرضه قريب جدا في السينمات. ودلوقتي بتمنى من كل الناس اللي كملت الحلقه تعمل شير للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدات، ودي حاجه هتدينا حافز اننا نستمر في تنزيل كتير من التفاصيل والمعلومات الفنيه اللي نقدر نفيدكم بيها الفتره اللي جايه. وسؤال الحلقه النهارده، ايه هو اسم احمد الفيشاوي في مسلسل عفاريت السيال؟ هستنى اجاباتكم، وهنختار 5 كومنتات بطريقه عشوائيه ونحطها في الحلقه الجايه باذن الله. ودول الكومنتات اللي اخترناهم الحلقه اللي فاتت، وشكرا لاستماعكم واشوفكم على خير الحلقه الجايه.